المؤتمر اليومي لوزارة الصحة بمباني الوزارة، نواصل بعده حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون الأعزاء، أملنا فيكم كبير، ونعرف أنه باستطاعتنا جميعا أن نفعلها، يعني أن نقف وقفة رجل واحد أمام هذه الجائحة، وأن نعمل على ذني المنحنى الصاعد، ونحد من عدد الحالات، ونحمي أنفسنا وذوينا. Chers citoyens, nous avons un grand espoir en vous et savons que ensemble nous sommes capables de faire face à cette nouvelle flambée de la COVID-19 et capables de fléchir le cours de l'épidémie et réduire le nombre de cas qui restent encore ascendants. Ainsi, nous nous protégeons, protégeons les nôtres et ceux qui nous sont chers. La situation épidémiologique pour les dernières 24 heures avec mes collègues Dr Mohamed Mahmoud et Dr Mariam Kabe. Dr Mohamed Mahmoud. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 198 إصابة جديدة، من ضمنها 51 من بين المخالطين، و 147 حالة مجتمعية، وصفر حالة وافدة. بلغت حالات الشفاء خلال 24 ساعة الماضية 33، فيما للأسف بلغت حالة وفيات 8 وفيات جديدة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. يبلغ بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 11629، من بينها 8437 من المخالطين، و 3007 من الحالات المجتمعية، و 185 من الحالات الوافدة. إجمالي الشفاء منذ بداية الوباء 8281، فيما بلغ إجمالي الوفيات 244. بالنسبة للحالات النشطة خلال اليوم على عموم التراب الوطني 3104، من ضمنها 2973 بدون أعراض، 79 بأعراض خفيفة، و 52 حالة حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة في أمرش، واحدة في جيغني، واحدة في تنبتغة، ثلاثة في العيون، واحدة في طينطان، واحدة في كنكوصة، ستة في كيفة، واحدة في ركيز، واحدة في روسو، واحدة في أطار، اثنتان في نواذيبو، واحدة في سيدي بابي، اثنتان في بن الشاب، 17 إصابة جديدة في الكسار، إصابة واحدة في السبخة، 87 إصابة جديدة في تفرق زينة، 14 في دار النعيم، 30 في تيارت، و 13 في توجونين، 10 إصابات جديدة في مقاطعة عرفات، 3 في الميناء، وواحدة في الرياض. تم كذلك خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1737 فحص جديد، من ضمنها 104 من فحوص المتابعة، و 1633 من فحوص التشخيص، موزعة 975 من الفحوص السريعة، و 658 من فحوص الحمض النووي PCR. خلال كذلك ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 139 تم إجراء 139 فحص جديد في ولاية الحوض الشرقي، 76 في الحوض الغربي، 127 في العصابة، 20 في غورغول، 68 في البراكنة، 60 في ترارزة، 18 في أدرار، 54 في داخلة نواذيبو، 18 في تقانت، 62 في قديماقة، 22 في تيرز دمور، 107 فحوص في ولاية إنشيري، 704 في ولاية نواكشوط الغربية، 159 في نواكشوط الشمالية، و 103 فحوص جديدة في نواكشوط الجنوبية. ليبلغ بذلك إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 126,035 فحص، من ضمنها 18,302 من فحوص المتابعة، و 107,733 من فحوص التشخيص، موزعة كذلك
على 88,714 من الفحوص السريعة و 19,019 فحص PCR. La situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 198 nouveaux cas COVID-19, dont 51 parmi les contacts et 147 cas communautaires et 0 cas importés. Les guérisons durant les dernières 24 heures sont de 33 nouvelles guérisons et malheureusement 8 nouveaux décès. نسأل الله لهم الرحمة والغفران. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 11,629, dont 8,437 parmi les contacts et 3,007 cas communautaires et 485 cas importés. Le cumul des guérisons depuis le début de la pandémie est de 8,281 et malheureusement, le cumul des décès est de 244. Nous avons aujourd'hui 3104 cas actifs, dont 2973 asymptomatiques, 79 avec des symptômes légers et 52 cas critiques. Durant les dernières 24 heures, un nouveau cas a été enregistré à Amrish, 1 à Djigani, 1 à Timbedra, 3 à Lioun, 1 à Tintan, 1 à Konkosa, 6 à Kifa, 1 à Arkiz, 1 à Rosso, 1 à Atar, 2 à Nouadhibou, 1 à Seribabi, 2 à Benishab, 17 à Oksar, 1 à Sabkha, 87 nouveaux cas à Tebrakzena, 14 à Dar Naïm, 30 à Teert, 13 à Toujounin, 10 à Aravat, 3 à Mina et 1 nouveau cas dans la Mouqata'a de Riyad. 1737 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 104 tests de suivi et 1633 tests de diagnostic, distribués sur 975 tests rapides TDR et 658 PCR. 139 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi durant les dernières 24 heures, 76 à Houd Gharbi, 127 à l'Asaba, 20 au Gorgol, 68 au Brakna, 60 au Trarza, 18 à l'Adrar, 54 à Dakhlet Nouadhibou, 18 au Tagan, 62 à Guidimaka, 20 à Tir Zemmour, 107 nouveaux tests ont été réalisés à Inchiri, 704 à Nouakchott Ouest, 159 à Nouakchott Nord et 103 à Nouakchott Sit. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 126,035, dont 18,302 tests de suivi et 107,733 tests de diagnostic, distribués sur 88,714 tests rapides TDR et 19,019 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, je laisse ma collègue Dr Mariam Kebe, la directrice de la médecine hospitalière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala Rasulallah, salamu alaykum wa rahmatullah. Khayar 20 saa al-maadiya qad tam hajj 19 marid fi al-mustashfiyat, min bainihim 12 hal khafifa wa 7 halat harija. وخروج لأربعة مريض. عدد المحجوزين اليوم في المستشفيات 130، من بينهم حالتان في مستشفى كيفا، حالتان خفيفة مستشفى كيفا، حالة خفيفة مستشفى أطار، حالتان خفيفتان مستشفى سيدي بابي، حالة خفيفة مستشفى روسو، حالتان في مستشفى العيون خفيفتان، أربع حالات خفيفة مستشفى الأمم والطفولة، 12 حالة بمستشفى صداقة، من بينهم 4 حالات خفيفة و 8 حالات حرجة، 38 حالة بمستشفى الوطني، من بينهم 30 حالة خفيفة و 8 حالات حرجة، 25 حالة بمستشفى الشيخ زايد، من بينهم 17 حالة خفيفة و 8 حالات حرجة، 30 حالة بمستشفى القلب، من بينهم 15 حالة خفيفة و 15 حالة حرجة، 13 حالة حرجة بمستشفى الكبد والفيروسات. نسأل الله الشفاء للجميع. عدد المحجوزين منذ بداية الوباء 1443، من بينهم 1288 حالة خفيفة، 155 حالة حرجة، وخروج من المستشفى ل
1308 مريض. Durant les dernières 24 heures, 19 nouveaux patients ont été hospitalisés, dont 12 cas simples, 7 cas graves et 4 patients sont sortis de l'hospitalisation. Le nombre de patients hospitalisés aujourd'hui est de 130, avec 2 patients simples à Kifa, 1 patient simple à Attar, 2 patients simples à Sidi Babi, 1 patient simple à Rosso, 2 patients simples à Ayoun, 4 patients simples à l'hôpital Mère-Enfant, 12 patients au centre hospitalier de l'Amitié, dont 4 cas simples et 8 cas graves, 38 patients au centre hospitalier national, dont 30 cas simples et 8 graves, 25 patients au centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 17 simples et 8 graves, 30 patients au centre national de cardiologie, dont 15 simples et 15 graves, 13 patients graves à l'Institut national d'hépatovirologie. Nous leur souhaitons un bon rétablissement. Le cumul des patients hospitalisés depuis le début de la pandémie est de 1443, dont 1288 cas simples, 155 cas graves et 1308 patients sortis de l'hospitalisation. Je vous remercie. شكرا للزملاء. ليحمي الله الجميع وليشفي المرضى وليرحم الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله، إلى غد إن شاء الله.